هيتس ميوزك هيتس ميوزك هيتس ميوزك دورة بين الموسيقى والسينما وآخر الأخبار الفنية. هيتس ميوزك كل سهرة سبت على الحياة فات زهرة الحياة. توا نخلطوا الآخر فقرتنا الغنائية سبا كمان من الموسيقى. توا ذي الحقيقة اقتراح بش يجيك العادة كيما كون هذا سبت للناس اللي كيفي اللي ما همش خارجين اللي بشقاوا في الدار عدي لكم الحل نتفرجوا على فيلم مع بعضنا Instant Family فيلم اللي خرج 11 نوفمبر 2018 خليكم على تريلر بتاعه نرجع لكم بعد شوي. كنا نتفرجوا في التريلر متاع Instant Family الفيلم اللي كما قلت لكم اخرج في 11 نوفمبر 2018 الفيلم المخرج متاعه شون أندرز اللي الممثلين متاعه مارك ويلبرغ وروز بايرون الفيلم اللي حقق اكثر من 120 مليون دولار في البوكس اوفيس اللي هو الحقيقة عدد مهول كبير برشا وان شاء الله عليه ليه السينمات التونسية تخلط ونوليون حقه ارقام كيف هكا. هو الفيلم يحكي على قصة الكوبل اللي قاعد يحاول انه يحسن عرايقته العائليه. ما نكملش نزيدش نحرق عليكم ان شاء الله تعملوا عليه جو كيما عملتوا جو على مان فيرسس بي كيما الجمعه اللي فاتت. نخليكم توا باي باي ان شاء الله الحصه القادمه نهار السبت الجاي. هيتس ميوزك هيتس ميوزك هيتس ميوزك دوره بين الموسيقى والسينما واخر الاخبار الفنيه. هيتس ميوزك كل سهره سبت على الحياه فات زهره الحياه.